السلام عليكم. اليوم نتكلم على جامعة الأغواط للعلوم والتكنولوجيا اللي راهي قيد الإنشاء إذن بمدينة الأغواط، ضواحي مدينة الأغواط، واللي تحتوي على عدة معاهد للتكنولوجيا والرياضيات وعدة فروع. وهذه الجامعة نشوف يعني الهندسة المعمارية تعتبر بسيطة نوعا ما، يعني الطراز لا يتماشى مع يعني العصرنة، والمواد البناء الجديدة، يعني فيه مواد بناء جديدة تمزج بين الحديد والزجاج والمواد الماتيريو كومبوزيت، ما يسمى بالماتيريو كومبوزيت، اللي ممكن تعطي نوع من العصرنة. لكن المهم الأول أهم هو أنه اللي يكون فيه تأطير في المستوى يتماشى مع يعني متطلبات عصر التكنولوجيا الجديد والسريع والمتسارع. لازم المواكبة نتاع العصر من ناحية التكوين. نقطة أخرى هي قضية التشجير. أنا دائما وأبدا نلاحظ غياب الثقافة نتاع الإخضرار، الفيرديسمون، تشجير المساحة الخضراء. يعني الناس يعني في عقولها الصحراء في عقولها. شيء مؤسف أن نشاهد مثل هذه المنشآت بشساعتها ومساحتها الكبيرة يغيب فيها العنصر الطبيعي النباتي. نتمنى التدارك نتاع هذه الفضاءات في القريب العاجل في كذا هكذا مشاريع إن شاء الله. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.